السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية بعد ما حلينا وشرحنا الوحدة التالتة بالكامل في كتاب المعاصر. تعالوا بقى يلا نحل عليها في كتاب استباهات. طبعا في الفيديو ده هنحل من أول درس لغاية آخر درس أو لغاية الامتحان بتاع الوحدة التالتة. بس قبل ما نبتدي يلا، لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. تعالوا يلا نبتدي بدرسنا الأول. طبعا تمرينات الدرس الأول في كتاب استباهات موجودة في صفحة 88. عندنا كلمة sunglasses يعني نظارة شمسية، عندنا suitcases بمعنى حقائب سفر، عندنا exciting بمعنى مثير أو رائع، عندنا كلمة excited بمعنى متحمس، عندنا كلمة pack حبيبي شكل ما قلنا معناها يعبي او يحزم. مام بتكلم اسر طبعا كل حبايبي دعم موضوع الريدنج، يعني لما تقرا موضوع الريدنج كويس مره واثنين وثلاثه هتبص تلاقي الموضوع في الاختياري سهل جدا معك. مام بتكلم اسر فبتقول له اسر we need to pack our e for our holiday tomorrow. اكيد طبعا كلمه suitcases، suitcases حبايبي بمعنى حقائب السفر. it's exciting i can't wait to go to الفيوم to see uncle حاتم. لا مش قادر استنى عشان اشوف عمو حاتم انا انت ملك. and of course فارس and دينا، وكمان فارس ودينا our cousins ولاد عمنا. فمام قالت له I know I am eager to see them. طبعا هتقول انا متحمسة ان انا اشوفهم، فاكيد هتقول I'm excited to see them too. we haven't seen them for ages. وده حبيبي for ages معناها for a long time. for a long time يعني لمدة طويلة. but come on we need to بس بتقول له يلا احنا محتاجين ايه. اكيد هتقول له we need to pack. pack حبيبي يعني نعبي الشنط او نحزم الشنط للسفر. اسر okay i need to pack my green t-shirt and my swimming shorts because they have a lovely pool don't they. ده انا محتاج ان انا اعبي التيشيرت الاخضر بتاعي وكمان المايو بتاعي لان هم عندهم حمام سباحة جميل جدا مش كده. yes and remember your it will be very sunny. قالت له ده هيبقى جو مشمس جدا. يبقى اكيد remember your sunglasses. وقلت حبيبي sunglasses بمعنى النظارة الشمسية. تعالوا حبيبي يلا نشوف السؤال التاني، والسؤال التاني بيعتمد على برضو قراءتي للموضوع لانه جايب لي اسئلة والاسئلة دي خاصة بالدايلوج بالمحادثة دي. بقول read the dialogue again and answer the questions. who is Asir going to visit؟ يا ترى Asir هيزور مين؟ برافو عليكم. he is going to visit his uncle. his uncle يعني عمه، لو عايز تذكر اسمه عادي خالص هقول his uncle حاتم، يعني عمه مين حبيبي؟ حاتم. طيب number two بقول is Asir going somewhere hot or cold؟ طب يا ترى المكان اللي هو رايحه hot يعني حار or cold بارد؟ اكيد هقول hot. حار ليه؟ ان مام سيد، مامته قالت it will be very sunny. طبعا مامته قالت ان الجو هيكون حر جدا. طيب نمبر 3 بيقول why does Asir need a sweater؟ يا ترى Asir محتاج سويتر ليه؟ طبعا هقول because شكل ما مامته قالت it becomes cool in the evening. لان الدنيا بتبرد امتى حبايبي؟ في المساء. because it becomes cool in the evening. number 4 does Asir take his جلابيه؟ طبعا no he doesn't. طبعا هو ما خدش الجلابيه. لما لا ناخد الجلابيه قالت له لا طبعا no he doesn't. which pajamas does Asir pack؟ طبعا اني بجامة اللي هو اخدها؟ طبعا شكل ما شفنا هو خد the striped pajamas، يعني خد حبايبي الايه؟ البيجامه المقلمه. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب. بقول need to short swimming I pack my. طبعا اكيد هقول I need to pack يعني انا محتاج اعبي. طيب محتاج اعبي ايه؟ هقول my swimming
shorts. يعني my swimming shorts قلنا المايو بتاعي. تعال نشوف number 2 في صفحة 89. بقول لي آسر or what mom and doing. طبعا أكيد أنا عايز أقول ماذا يفعل آسر ومامته أو ماذا تفعل الأم وآسر. يبقى إذا هقول what. أدي أداة الاستفهام. فعل المساعد بتاعي or. طب بدأت بماما عند آسر عادي أو آسر عند مام برضو عادي. يبقى mom and آسر doing. تعال نشوف نمبر 3. بقول two need pack we suitcases our. طبعا عايز اقول ان احنا محتاجين نعبي الشنط. يبقى we need to pack our suitcases. يعني احنا محتاجين نعبي الشنط. طيب will Nicholas I my take gold. طبعا هنا هقول ان انا هاخد انا سوف. يبقى I will والبيج وراها مصدر يبقى take. صفة الملكية بتاعتي my. gold طبعا معناها ذهبي صفة. واجيب necklace الاسم بتاعي. I will take my gold necklace. number 5 will green my t-shirt need to I pack. اكيد هقول I طبعا need to اللي بيجي وراها مصدر. يبقى I need to pack برضو صفة الملكية my. اللون بتاع بيجي الاول يبقى my green وبعد كده t-shirt. انا محتاج ان انا اعبي التيشيرت الاخضر بتاعي. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال الترقيم وده في صفحة 89. we need to pack our suitcases Asir. طبعا الدبل بتاعت we هتبقى capital عشان في اول الكلام. need to pack our suitcases. Asir لازم الاي capital عشان ده اسم شخص. في الاخر فرستوب دي جملة عادي. تعال نشوف نمبر 3. بقول I can't wait to go to الفيوم to see uncle حاتم and aunt ملك. طبعا الاي كابيتال هنا في اول الكلام. كانت حبايبي الابوستروفي. wait to go to الفيوم حبايبي الاي كابيتال وكمان الاف كابيتال. تاني الاي كابيتال والاف كابيتال. to see طبعا عشان مش هيكمل. طبعا حاتم الاتش هتبقى كابيتال حبايبي لانها اسم شخص. وملك طبعا الام هتبقى كابيتال لانها اسم شخص. وفي الاخر اكيد هحط فول ستوب لان دي جمله عاديه. والاشرف نيد ا كوت اند ا سكارف. طبعا ولد دبلي اشرف الاي عشان اسم شخص. نيد a coat and a scarf. وفي الاخر طبعا احط question mark علامة استفهام. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال خامس واخر سؤال وسؤال الباراجراف. بقول طبعا write a paragraph on the following. what clothes you take when you go on trips. يا ترى ايه الملابس اللي بتاخدها لما بتروح الرحلة. طبعا قلنا trip يعني رحلة قصيرة. طبعا طالما هكتب عن الرحلات يبقى لازم اقول في الاول انا بحب الرحلات القصيره. طبعا اوعى تنسى تسيب فراغ فاقول I like trips يعني انا بحب الرحلات القصيره. وبعدين هقول لما انا بروح رحله قصيره بحتاج ان انا احزم بعض الملابس. يبقى هقول when I go on trips لما بطلع في رحلات. I need to pack some clothes يعني انا بحتاج ان انا اعبي بعض الملابس او اخد بعض الملابس. ابدأ بقى اجيب الحاجات اللي انا هاخدها وهاخدها لي. يبقى هقول I need a t-shirt يعني انا محتاج تيشيرت. طب وبعدين اكيد هقول محتاج النضارة الشمسية لان الجو بيبقى حر. يبقى I need
sunglasses because it is always hot on trips. يعني في الرحلات بيبقى الجو دايما حر. هقول I need trainers يعني بحتاج حذاء رياضي او sneakers because they are comfortable يعني هي مريحة. هقول كمان I need a sweater because it is cool in the evening. يعني بيبقى الجو برد فين حبايبي؟ في المساء. انا كده كتبت باراجراف بسيط خالص عن الحاجات اللي انا بحتاج اخدها معايا في الرحلة. تعالوا بقى نبتدي حلنا في تدريبات الدرس الثاني في كتاب استباهات. طبعا التدريبات موجودة في صفحة 96. عندنا كلمة lower وقلنا lower حبايبي معناها سفلي، ولما تيجي lower Egypt معناها الوجه البحري. عندنا suitcases يعني حقائب سفر، وعندنا نايل يعني نهر النيل، ولايز يعني تقع، وعندنا كابيتال بمعنى عاصمة. كابيتال معنى عاصمة، لايز قلنا بمعنى تقع، وده طبعا النيل. suitcases يعني حقائب سفر. Egypt is a very beautiful country يعني مصر دي بلد جميلة. The air runs through the country until it reaches the Mediterranean Sea in the north. مين اللي بيجري في مصر لغاية ما يوصل لغاية البحر المتوسط؟ برافو عليكم. The Nile اللي هو نهر النيل. طيب بيقول لي Cairo is the north of Egypt. برافو عليكم. Capital، capital بمعنى عاصمة. It's a modern city in A Egypt. طبعا قلنا هي مدينة حديثة أو عصرية في الوجه البحري، in Lower Egypt. Lower Egypt يعني الوجه البحري. Libya lies to the west of Egypt and Sudan A to the south. أكيد طالما ليبيا بتقع في الغرب يبقى السودان بتقع في الجنوب، يبقى lies. lies حبايبي بمعنى تقع. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال الثاني وهو سؤال التوصيل. بيقول لي fertile، كلمة fertile حبايبي وقلنا بمعنى خصب، وقلنا خصب دي معناها هي good land to grow plants and crops يعني أرض صالحة لزراعة النباتات والمحاصيل، يبقى هوصلها بسي. wind erosion قلنا تعرية الهواء، قلنا ده الأثر الضار اللي بيسببه الهواء سواء بالتغيير أو بالتدمير، يبقى أقول when the wind changes or destroys something، يبقى على طول هوصلها بإف. نمبر 3 بيقول فلو، قلنا فلو حبايبي بمعنى يتدفق، ودي حركة من حركات الماء، فإذا هقول the way water moves يعني الطريقة اللي بيمشي بيها الماء. طيب نمبر 4 بيقول soil erosion، قلنا ده اسمه تآكل التربة أو تعرية التربة، وقلنا يا حبايبي تعرية التربة دي لما المية أو الهواء الرياح يعني بتدمر التربة وكمان بتاخد أجزائها بعيدا، عشان كده قلنا when the water when break down the soil and take the soil particles away، يبقى هوصلها بإيه. كانل، قلنا كانل حبايبي للقناة المائية المصنوعة بواسطة الإنسان، فبالتالي هقول a waterway made by humans. بي river bank، river bank حبايبي اللي هو ضفة النهر، وقلنا ضفة النهر دي الأرض اللي موجودة بجانب النهر على امتداده، فبالتالي هقول the land along the side of the river، الارض اللي بجانب النهر وكمان على امتداده، وصلها بدي. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال ملغ الفراغات رقم 3. عندنا كلمة sand يعني رمل، عندنا wind يعني رياح، عندنا sculptures يعني تماثيل، عندنا change يعني يغير، عندنا stones يعني حجرة. In Egypt's wide desert you can see some amazing A. ممكن تشوف ايه بقى من الحاجات دي؟ هتقول له مستر شوف sculptures، انا مذاكرها كويس، يعني منحوتات او تماثيل منحوتة. There weren't any sculptures millions of years ago. ما كانش فيه ابدا منحوتات من ملايين السنين. Over time بمرور الوقت the A blows sand and the small A against the rocks. طبعا مين اللي عصفت بالرمال وكمان بالصخور الصغيرة؟
برافو عليكو. يبقى wind blows sand and small stones. برافو عليكو. يعني الحجارة الصغيرة. The rocks a shape. After many years the wind and sand turned the rocks into beautiful sculptures. يبقى إذا الصخور اتغير شكلها يبقى change shape. Change shape يعني غيرت شكلها. تعالوا حبايبي يلا نشوف صفحة 97 وده سؤال اختياري. بيقول the A is a very hot place. طبعا مين حبايبي في دول اللي بيبقى مكان حر جدا؟ هتقول له يا مستر the desert. الصحراء بتبقى حر قوي. Are usually very high. مين حبايبي اللي بتبقى عالية في دول؟ هاي يعني عالي. Rivers, canals or mountains. هتقول لي mountains. الجبال. Number three. بيقول lots of birds. كثير من الطيور. And animals. حيوانات. Live in the trees of the A. بيعيشوا في الأشجار. مين في دول اللي فيهم أشجار؟ تقول لي أكيد rainforest يعني الغابة المطيرة. Number four. بيقول the water of A is usually very cold. بيقول المية بتاعت A دايما بردة. هتقول لي مش الريفرز مش الأنهار العادية ولا الليكس ده في الجلاسيرز. الجلاسيرز اللي هي الأنهار الجليدية. Number five. بيقول لي the desert is full of A. طبعا اكيد الصحراء هتبقى مليانه ايه؟ يا ترى شلالات؟ بتقول ما فيهاش ميه اصلا. طب ريفرز انهار؟ بنقول ما فيهاش ميه. امال ساند ديونز؟ ساند ديونز يعني كثبان رملي. تعال نشوف نمبر 6. بيقول لي there was a in the town. The streets were full of water. بيقول لي اللي في الشوارع كان فيها ميه كتير جدا. يبقى اكيد كان فيه فيضان. طب الفيضان اسمه flood. نمبر 7. بيقول لي the Nile air runs through Egypt. طبعا نهر النيل هو اللي بيجري في مصر يبقى the Nile River. Number 8. بقول this land is a you can get good crops. بقول الارض دي ايه انت ممكن تحصل منها على محاصيل جيده. يبقى اكيد الارض دي fertile. قلنا fertile حبايبي بمعنى خصب. طب تعال نشوف number 9. بقول water falls from the high place. بقول الميه بتسقط من مكان عالي. ان ا طالما الميه بتسقط من مكان عالي ده قلنا حبايبي يبقى شلال. والشلال اسمه waterfall. الشلال اسمه waterfall. 10. بقول a river has to. بقول النهر بتاعنا ليه كم فرع؟ فرعين. يبقى has to branches. branches حبايبي يعني فرع او فروع. تعالوا نشوف يلا القطع بتاعتنا واللي بتتكلم عن منخفض الفيوم. بقول the Fayum depression is a very special place in the western desert of Egypt. بقول مكان مميز جدا فين حبايبي؟ في الصحراء الغربية في مصر. At an oasis دواحة with the biggest waterfalls in Egypt. في أكبر شلالات في مصر. It has the huge Wadi Rayan Park. يعني في حديقة وادي الريان الضخمة. Which is home to many birds and animals. يعني موطن لكثير من الحيوانات والطيور. There are also fossils of whales. ده فيها كمان حفريات لحيتان. Fayum has lakes and amazing sites all in one place. يعني فيها بحيرات وأماكن كتير تشاهدها كله في مكان واحد. It's a green place. يعني مكان أخضر where many plants grow. حيث تنمو الكثير من النباتات. تعالوا نشوف بقى أول سؤال معنا. بقول it's an oasis with the biggest A in Egypt. أقول إن هي واحد فيها أكبر إيه في مصر؟ هتقول لي waterfalls يعني شلالات. Fayum has A and amazing sites. قلنا إن الفيوم فيها بحيرات. بحيرات يعني lakes. تعال نشوف يلا السؤال رقم 3. بيقول لي where is the Fayum depression. أين منخفض الفيوم؟ طبعا منخفض الفيوم حوض عنه بإيت وبدل مع is وأقول إن the Western desert of Egypt. يعني في الصحراء الغربية لمصر. Number 4. Why is Wadi Rayan Park important? يعني ليه يا حبيبي حديقة وادي الريان دي مهمة جدا؟ طبعا هقول لأنها موطن لكتير من الحيوانات والطيور. هقول because it is home to many birds and
animals يعني موطن لكثير من الطيور والحيوانات. تعالوا حبايبي يلا نشوف صفحة 98 وده سؤال الترتيب. واللي is country Egypt very beautiful تقريبا اتكررت في كل الكتب. عايز اقول مصر بلد جميلة. Egypt is قلت الصفة بتيجي قبل الاسم والدرجة بتيجي قبل الصفة وآ بتيجي قبلهم كلهم يبقى اذا هقول a very beautiful country يعني بلد جميلة جدا. Egypt Cairo there is of capital طبعا عايز اقول ان القاهرة عاصمة مصر. Cairo is the capital of Egypt يعني القاهرة عاصمة مصر. طب made where wind sculptures the boy طبعا عايز اقول ان المنحوتات دي صنعت بواسطة الرياح بحول sculptures يعني ايه صنعت where made طب بواسطة اسمها by والرياح اسمها the wind where made by the wind. طب تعال نشوف number 4 بيقول لي lies of west Libya Egypt to the طبعا عايز اقول ان ليبيا بتقع في غرب مصر. ليبيا تقع يعني lies هجيب وراها to the west of Egypt يعني تقع في غرب مصر. طب تعال نشوف اخر سؤال. Nile is the delta lower Egypt is طبعا اكيد عرفتوها. عايز اقول ان دلتا النيل بتقع في الوجه البحري اذا هقول the Nile دلتا خلي بالك بتبدأ بكابيتال ليترز is in يعني تكون في lower Egypt الوجه البحري برضو لازم تبدأ بكابيتال ليتر. تعالوا نشوف حبايبي يلا اخر سؤال معنا هو سؤال punctuation الترقيم. بيقول لي the Aswan High Dam was built to control the Nile flooding طبعا حبايبي ده التي كابيتال أسوان هاي دام خلي بالكو ده اسم مكان مشهور فبالتالي لازم الاي بتاعت أسوان والاتش بتاعت هاي والدي بتاعت دام كلهم حبايبي يكونوا كابيتال. was built يعني بنية to control the Nile flooding طبعا هنا هالان بتاعت نايل هتبقى كابيتال واحط في الاخر الفول ستوب بتاعتي. نمبر 2 بيقول لي كايرو ذا كابيتال اوف ايجيبت طبعا السي بتاع كايرو كابيتال اولا اسم بلد ثانيا في اول الكلام از ذا كابيتال اوف ايجيبت طبعا حبايبي الاي بتاعت ايجيبت كابيتال لانها اسم بلد وفي الاخر فول ستوب. نمبر 3 ذا نايل دلتا از ان لوور ايجيبت ذات تي كابيتال نايل الان كابيتال دلتا دي كابيتال is in lower Egypt ال بتاعت lower capital والاي بتاعت Egypt كمان capital وفي الاخر full stop. نمبر 4 بيقول the two branches flow towards the Mediterranean sea قلنا الفرعين بيتدفقوا تجاه البحر الابيض المتوسط يبقى ذا two branches صغر خط شوية عشان يقضي flow towards the طبعا Mediterranean Sea ده اسم بحر فبالتالي لازم الام بتاعت Mediterranean والاس بتاعت sea Mediterranean Sea في الاخر فلسطوب. نمبر 5 بيقول لي
It stretches. Stretches حبايبي بمعنى يمتد. From Alexandria to Port Said. طبعا الاي بتاعت it عشان في اول الكلام. Stretches اكيد ما فيهاش حاجة. From طبعا Alexandria الايه هتبقى capital. To Port Said اكيد البي capital بتاعت port والاس بتاعت سعيد برضو capital وفي الاخر فلسطين. The Fayum Depression is in the western desert of Egypt. طبعا عايز اقول له منخفض الفيوم في الصحراء الغربية لمصر. يبقى ذا اتي فيوم اكيد الاف ودبريشن كمان الدي. Is in the طبعا الصحراء الغربية برضو الدبل بتاعت western والدي بتاعت desert of Egypt برضو الاي capital عشان اسم بلد وفي الاخر طبعا احط فلسطين. بعد تي اف دي دبليو دي وكمان الاي بتاعت ايجيبت وفي الاخر الفلسطين بتاعتي. تعالى حبايبي يلا نشوف تمرينات الدرس الثالث ودي هنلاقيها في صفحه 103. عندنا كلمه traditional وقلنا حبايبي traditional يعني تقليدي. عندنا كلمه clothing وقلنا ده الملبس او اللبس. طيب عندنا كلمة popular قلنا محبوب او شايع. عندنا كلمة wear يعني يرتدي. عندنا كلمة Egyptian يعني مصري. تعال نشوف توماس بيكلم فارس بقوله هاي فارس. Can you help me? I'm doing a school project about Egyptian A. Can you give me some information? يبقى اكيد هو بيعمل مشروع عن اللبس المصري. يبقى اكيد هقول Egyptian clothing. تاني Egyptian clothing يعني اللبس المصري. قال له هاي توماس. Yes of course. What do you want to know? يا ترى عايز تعرف ايه؟ قال له well حسنا. What do you usually ايه؟ يعني انتو بتلبسوا ايه؟ اكيد حقوله what do you usually wear. wear بمعنى يرتدي. بقول له انتو بتلبسوا ايه؟ ففارس قال له I live in Sohag. انا عايش في Sohag. And it's usually very hot here. يعني الجو دايما بيبقى حر هنا. Today I'm wearing shorts. والنهاردة أنا لابس شورت and a t-shirt وكمان t-shirt. فتوماس بقوله cool. Can you tell me about some Egyptian clothes? قال له oh sure. Well many men wear the جلابية. طبعا الجلابية دي ملابس تقليدية. فأكيد هو قال له فوق Can you tell me about some traditional. قلنا traditional حبايبي بمعنى تقليدي. Egyptian clothes. قال له oh sure. Well, many men wear the galabiyah. This is the long white robe. That is very, طبعا اكيد شايع او معروف او محبوب. يبقى اكيد هقول popular. popular حبيبي بمعنى شايع popular او محبوب. قال له yes I've seen it. It looks really cool to wear. تعالى حبيبي يلا نشوف السؤال التاني. بقول read the text again and answer true or false. بقوله توماس wants to buy some Egyptian clothes. يا ترى توماس عايز يشتري بعض الملابس المصرية. هتقولي false. لا ده هو بيعمل مشروع عن الملابس المصرية. فتو بيقولي فارس isn't wearing a جلابية today. يعني ما بيرتديش جلابية النهاردة. هتقولي true طبعا لانه بيرتدي shorts and a t-shirt. نمبر 3 بيقولي جلابيز are usually made from cotton. يعني عادة بتصنع من القطن. هتقولي true. ايوة طبعا. طيب نمبر 4 بولي جلابيز ار اولويز وايت. يعني الجلاليب دايما بيضه. هتقول لي لا مستر هو قال لي يوجوالي يعني عاده بتكون بيضه بس في الوان تانية. فهقول طبعا فولس. طب نمبر 5 بولي جلابيز دون هاف بوكيتس. ما فيهاش جيوب. قلنا لا فيها جيوب بات ذير هيدن. وان هيدن معناها مخفيه. يبقى اكيد دي فولس خطا. تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحة 104 السؤال الثالث. عندنا كلمة بيلت بمعنى حزام. عندنا كلمة كاستيوم بمعنى ملابس خاصة. عندنا كلمة كراون يعني تاج. عندنا كلمة جلافز يعني جوانتي أو قفازات. عندنا بوكيتس يعني جيوب. عندنا كلمة سبوتيد يعني منقط. تعالوا نشوف بقى بيقول لي إيه. بيقول مروة is wearing a dress with a There are two in the dress. فين مروة؟ ادي مروة.
طيب مروة لابسة فستان ايه؟ هتقول منقط، يبقى spotted. spotted dress يعني فستان منقط. وذا ايه؟ ايه ده حبيبي؟ هتقولي ذا بيلت يعني حزامي، هقول وذا بيلت. there are two ايه in the dress، في ايه دول حبيبي؟ هتقولي buckets مستر يعني جيبين اتنين، two buckets. تعال نشوف number two. بولي ريم is wearing a she looks like a princess. she has a A on her head. she has white A on her hands. هتقول له ريم is wearing a costume يعني زي خاص او زي مميز. فبقول she looks like a princess. she has a A on her head. اللي على راسها ده حبيبي؟ هتقول له مصر اللي على راسها ده crown. crown يعني تاج. she has white A on her hands. في ايديها لابسة ايه؟ هتقول لي gloves يعني جوانتي ابيض او قفازات بيضة. تعال يا حبيبي يلا نشوف سؤال اختياري نمبر 4. بقول طارق made a suit. طارق عمل بدلة. a wear to a wedding. هتقول لي شكل ما حضرتك قلت لنا مستر ان to بيجي وراها المصدر وده بيبقى غرض، فاذا هقول طارق made a suit to wear يعني لكي يرتديها. نمبر 2 بقول هبة went to the kitchen to eat a sandwich. هتقول لي to يا مصر اللي معناها لكي بيجي وراها مصدر، فقلت to make a sandwich. نمبر 3 بقول ايمن went to the clothes store يعني راح محل الملابس حبيبي to eat a new t-shirt. هتقول لي لكي يشتري، يبقى to هيجي وراها مصدر يبقى to buy. Angie used a pen. ايه her essay. هتقول لي to write يعني لكي تكتب وده بسميه غرض. نمبر 5 بقول شريف بوت ا نيو سوت كيس اون هوليداي. طبعا اكيد تو تيك يعني لكي ياخذها. نمبر 6 بقول هي وينت تو بيد هي واز تايرد. هو راح السرير. طبعا جايب لي السبب هنا بس دي جمله كامله حبايبي، فاقول بيكوز هي واز تايرد. ما ينفعش تو يا مستر، حولك لا تو بي وراها فعل. طيب نمبر 7 بقول اي وينت تو ذا لايبرري رحت المكتبه. ابوك هقول تو بورو لكي استعير. نمبر 8 بولي ملك wears her sunglasses يعني ملك لابسه النضاره الشمس، هتقول لي عشان تحمي عينيها يبقى to protect her eyes. to protect her eyes يعني عشان تحمي عينيها. نمبر 9 بولي why are you running. ليه انت بتجري؟ هقول له ايه حبايبي؟ هقول له because I'm late. طبعا هنا بجيب له السبب والسبب جمله كامله، فاقول because I am late لان انا متاخر. طب نمبر 10 بقول why do you go to the club يعني لماذا تذهب الى النادي. play قبل الغرض هنا فعل في المصدر يبقى لازم اجيب قبله to، فاقول why do you go to the club. هقول له to play with my friends يعني لكي العب مع اصدقائي. تعال نشوف حبايبي سؤال التوصيل في صفحة 105. عندنا بقول I bought some sunglasses. يعني انا اشتريت نظارة شمس. الغرض من ان اشتري نظارة شمس؟ هتقول لي اكيد to wear on holiday يعني عشان البسها في الاجازة. to wear on holiday. we went to the park. احنا رحنا الحديقة. طبعا بنروح الحديقة ليه؟ هتقولي to play with our friends يعني عشان نلعب مع اصدقائنا. نمبر 3 بقول حازم studied hard يعني حازم ذاكر بجد. ليه حبايبي؟ هتقولي to get good grades يعني عشان يجيب درجات جيدة. طيب تعال نشوف حبايبي نمبر 4 بقول بسمة went to the shop. هتروح المحل ليه حبايبي؟ هتقولي to buy some bread يعني لكي تشتري بعض الخبز. طيب نمبر 5 بقول they went to the library. طبعا بروح المكتبة ليه؟ هتقولي عشان يخلصوا الواجب، يبقى to finish their homework عشان يخلصوا الواجب. تعال نشوف السؤال رقم 6 وده بيقول لي make the sentences in the past simple to express purpose. تعالوا يلا نخلي الجمل دي في الماضي عشان ابين الغرض، وطالما قال لي عشان ابين الغرض حبايبي يبقى لازم الكلام يكون في زمن الماضي واجيب to plus an infinitive يعني to زائد المصدر. مديني هو مثال بيقول I go to my bedroom sleep. فهنا قال لي I went، يبقى اذا جو حبايبي بقت went. to my bedroom to sleep عشان انام. طب تعال نشوف بقى يا ترى بقول نيرة leave the party catch her train. يبقى طبعا هقول نيرة الماضي بتاع ليف حبايبي lift عشان ده irregular verb يعني فعل شاذ. طب the party قبل الغرض حبايبي هجيب to، فاقول to
catch her train. يعني عشان تلحق بالقطار. تعال نشوف number two. بولي آدم call يونس ask for help with his project. يبقى أكيد هقول آدم called لازم تيجي ماضي. يونس حبايبي يعني اتصل بمين؟ بيونس. طب الغرض هتقول لي to ask for help يعني لكي يطلب المساعدة with his project يعني في المشروع بتاعه. طب تعال نشوف number four. بقول طارق buy a racket play tennis. أكيد هقول طارق bought لازم تكون ماضي a racket يعني مضرب واجيب الغرض قبله to والمصدر بتاعي play والاسم بتاعي tennis. تعال نشوف number five. بقول mom make a cake celebrate my birthday. هقول mom الماضي بتاع ميك هتقول لي ميد يا مستر. A cake طب الغرض هجيب قبله تو والفعل بتاعي celebrate يعني يحتفل my birthday يعني ماما عملت كيكة لكي تحتفل بعيد ميلادي. تعال نشوف number 6. سلمى go to the store buy her mom a present. بحقول سلمى ماضي بتاع جو حبايبي went وبعدين اقول to the store يعني راحت المتجر. طبعا الغرض هجيب قبله to buy her mom عشان تشتري لمامتها a present يعني هدية. تعالوا نشوف number 7. بقول my mom travel port aid visit aunt. اكيد هقول my mom الماضي بتاع travel traveled to port سعيد. طبعا لازم capital letters عشان دي اسم بلد. بعدين قبل الغرض حاول to visit my aunt يعني عشان تزور عمتي او خالتي. Number 8. I get a new phone call my friends. يبقى اكيد هقول I ماضي بتاع جيت حبايبي got a new phone قبل الغرض هجيب to call my friends يعني عشان اكلم اصدقاء. تعالوا نشوف حبايبي يلا تدريبات الدرس الرابع واللي موجودة في صفحة 110. بقول لي the baker ولا shoemaker ولا carpenter makes boots and shoes. مين اللي بيصنع الأحذية حبايبي؟ هتقول لي shoemaker حتى من اسمه. Number 2. بقول لي shoes are made of بقول لي الأحذية حبايبي بتتصنع منين؟ يا ترى قطن القطن ولا paper الورق ولا leather؟ هتقول لي لا مستر leather يعني الجلد. The shoemaker works in a قلنا shoemaker بيشتغل فين حبايبي؟ هتقول لي مستر shoemaker بيشتغل في الورشة. طب فين الورشة؟ هتقول لي workshop ولا سوبر ماركت ولا كلوز شوب. نمبر 4. بولي شي از فيري شي لافز اند هيلبس اول بيبل بولي بتحب وتساعد كل الناس. يبقى ترى بور فقيره ولا تايرد مرهقه ولا كايند؟ هتقول لي كايند يا مستر يعني طيبه. نمبر 5. بولي ذا دريس واز شي لايكد ات بولي حبته. يبقى ترى كان اميزنج اور اميزد اور اولد؟ هتقول لي لا مدهش يعني amazing أو رائع. Number 6. بولي I didn't do my homework last night. ما قدرتش أعمل الواجب بتاعي الليلة اللي فاتت. Because I was لأني أنا كنت. يا ترى happy ولا honest ولا tired؟ أكيد هتقولي طبعا لأني كنت مرهق يبقى tired. Number 7. بولي they are poor rich kind they didn't have enough money to buy what they need. يعني ما معهمش حبايبي فلوس كفايه يشتروا اللي هم عايزينه. يبقى اكيد دول poor. poor يعني فقراء. تعال نشوف number 8. we were a when we saw our uncle he didn't tell us that he would visit us. بقول احنا كنا ايه لما شفنا عمنا هو ما قالناش بصراحه ان هو جاي. عشان كده هقول tired مرهقين ولا surprised مندهشين ولا honest امين؟ هتقول لي لا surprised.
طب نمبر 9 بيقول لي the lunch was we liked it very much. طالما حبيناه جدا وده اكل يبقى اكيد delicious. delicious حبايبي بمعنى لذيذ، انما burnt بمعنى محروق وcold بمعنى بارد. تعالوا نشوف يلا نمبر 10 بيقول لي the pair of shoes was it was very beautiful. ده كان جميل قوي يبقى اكيد كان perfect. perfect يعني رائع. تعالوا نشوف نمبر 11 بيقول لي her new dress الفستان بتاعها الجديد is ترى surprised مندهش ولا amazed مندهش ولا مدهش؟ هتقول لها مستر amazing. نمبر 12 بيقول لها I don't have any money to buy a new bike. معيش فلوس ايه عشان اشتري دراجة؟ يبقى اكيد enough كفاية ولا few قليل بس دي للمعدود ولا little؟ اكيد هقول ما معيش فلوس كفاية يبقى enough money. تعال نشوف يلا السؤال التاني بيقول read the text again and answer the questions. تعال يلا نجاوب على الأسئلة. number one بيقول why did the shoemaker want to find who made the shoes؟ يا ترى كان عايز يعرف مين اللي بيعمل الأحذية ليه؟ اكيد هقول to thank them اكيد عشان يشكرهم. تاني to thank them يعني عشان يشكرهم. طب نمبر 2 بيقول لي how did the shoemaker find out who made the shoes؟ طبعا بيقول لي ازاي الشوميكر اكتشف مين اللي صنع الاحذيه؟ طبعا حبايبي he hid يعني هو استخبى to see عشان يشوف who made the shoes يعني هو استخبى عشان يشوف مين اللي صنع الأحذية. تعال نشوف حبايبي السؤال الثالث بيقول what did they give the elves for their kindness؟ يا ترى ادوا ايه ليه الأقزام عشان الطيبة بتاعتهم دي؟ طبعا احنا عارفين حبايبي ان هم صنعوا لهم ملابس جديدة يبقى هقول they gave فعل في الماضي them ادوهم يعني new clothes يعني ادوهم ملابس جديدة. How did the elves feel يعني كيف شعر الأقزام؟ طبعا أكيد they felt happy يعني هما شعروا بسعادة. تعالوا حبايبي يلا شكل ما شفنا في الوحدة دي نط الـ ED اللي بتيجي في نهاية الفعل العادي ليها ثلاث أشكال، يا إما تنطق ده يا إما تنطق ته يا إما تنطق it. تعالوا نشوف الأفعال يلا اللي عندنا. عندنا asked cleaned counted fixed enjoyed delivered carried dressed needed wanted waited slowed washed lived walked tidied studied tasted played worked promised. تعالوا يلا نقسم الأفعال دي على حسب نطق الإي دي. تعالوا نشوف أول كلمة وهي asked. طبعا حبايبي بعد الكه ساوند الإي دي بتنطق تاء فعشان كده هحطها هنا asked. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها cleaned. cleaned حبايبي هنا الإي مش بتتنطق ودي ده ساوند فعشان كده هكتبها هنا cleaned. counted. counted قلنا حبايبي بعد التاه ساوند او الده ساوند الاي دي بتنطق اد فعشان كده هكتبها هنا counted. طيب fixed. fixed قلنا بعد التاه ساوند الاي دي بتنطق تاه فحطها هنا fixed. enjoyed هتقول لي هنا لان الاي دي بتنطق ده الاي مش بتتنطق. طيب delivered نفس الكلام. carried هتقول لي برضو نفس الكلام. قلنا بعد اي صوت متحرك الاي دي بتنطق ده عادي carried. dressed هتقول لي بعد السا ساوند الاي دي بتنطق ته تبقى dressed. needed بعد الده ساوند الاي دي بتنطق اد يبقى هكتب هنا needed. wanted نفس الكلام بعد التاه ساوند الاي دي بتنطق اد. طيب waited نفس الفكرة. slowed هتقول لي الاي دي هنا بتنطق ده slowed.
washed. هنا بعد الشا والتشا الايد بتنطق تا فتبقى washed. lived هتقولي لا دي عادية lived دي مش بتتنطق ودي هي اللي بتنطق. walked هتقولي بعد الكا sound الايد بتنطق تا walked. tied هتقولي بعد الده sound في اد tied. started نفس الفكرة. tasted هتقولي نفس الفكرة. played هتقولي دي في الده. worked هتقولي بعد الكاس ساوند الايدي بتنطقتا. promised هتقولي برضو بعد الساس ساوند الايدي بتنطقتا. promised. تعالوا يلا نشوف المسائل اللي هو مدهالي على ضرب عددين مكونين من رقمين. اول مسألة معانا بقولي 10 times 10 هتقولي سهلة اوي يا مستر لان لما يكون عندي zeros بحطها صفارة هي بحطها 1 times 1 is 1 فتطلع الناتج 100. نفس الكلام 30 times 20 ادي 0 وادي كمان 0. 3 times 2 is 6 تطلع 600. طيب 50 times 50 هتقولي ادي 2 zeros. 5 times 5 is 25 تطلع 2500. طب تعال بقى على المسألة دي 38 times 24 يعني 38 مضروبة في 24. تعالوا بقى نضرب بطريقتنا حبايبي. قلت حبايبي لازم احط الارقام بشكل عمودي يبقى اذا ادي 83 وادي تايمز 24. طيب تعالوا يلا نضرب. انا قلت بضرب ايه الاحاد في الاتنين وبعدين العشرات في الاتنين وبعد كده اجمع يبقى اذا ضرب ضرب جمع. طيب تعالوا يلا 4 تايمز 8 هتقولي 32 يعني 32. هكتب ال 32 لا هتقولي هكتب ال 2 والثلاثة هتروح هناك فوق ال 3. طيب تعالى 4 times 3 is 12 plus 3 is 15. تعالوا يلا نضرب خانة العشرات. قلت طالما هضرب خانة العشرات لازم اسيب صفر. يلا 2 by 8 is 16 حط ال 6 وال 1 هيبقى فوق ال 3. 2 times 3 is 6 6 and 1 is 7. تعالوا يلا نجمع 2 plus 0 is 2 5 plus 6 is 11 يبقى اول 1 يروح هنا يبقى 2 2 plus 7 is 9 تطلع 912. تعالوا يلا يا حبايبي نشوف المسألة اللفظية الأولى. بولي for sports day Mrs. Amel ordered 12 boxes of t-shirts. عشان اليوم الرياضي مسز امل طلبت 12 صندوق تيشيرتات. for the students each box has 18 shirts كل صندوق فيه 18 تيشيرت. how many t-shirts did مسز امل order يبقى طلبت كام تيشيرت. هتقول له عشان اجيب المجموع لازم اضرب ال 12 صندوق في ال 18 تيشيرت. طيب هتضرب ازاي؟ ادي ال 18 وادي ال 12 تعالوا يلا نضرب وبعدين نجمع. طيب 2 times 8 is 16. طيب هكتب ال 16 هتقولي لا هكتب ال 6 بس. طيب فين ال 1 هتقولي فوق. 2 times 1 is 2 and 1 is 3. طيب تعالوا يلا نضرب خانة العشرات يبقى لازم احط 0 الاول. 1 times 18 is 18 يبقى انا كده ضربت. يلا الخطوة التانية جمع 6 plus 0 is 6 3 plus 8 is 11 فين الواحد التاني حطه على 1 يبقى 2 تطلع 216 تاني 216. تعال يا حبايبي يلا نشوف المسألة التانية. بقولي نورا makes hats she is very good she can make 25 hats each week بتقدر تعمل 25 كوباعة في الأسبوع. how many hats can she make in 48 weeks ترى تعمل كم كوباعة في 48. يبقى على طول لازم اضرب 25 times 48. تعالوا يلا نضرب 5 times 8 is 40 حط 0 وفين الاربعة الفور عندي فوق. 5 times 4 is 20 and 4 becomes 24
يلا قبل ما اضرب خانة العشرات لازم احط 0. 2 times 8 is 16. بحكتب ال 6 فاضل 1 احطه فوق. 2 times 4 is 8 and 1 is 9. يلا الخطوة الأخيرة تعالوا نجمع. 0 plus 0 is 0. 4 plus 6 is 10. حط الزيرو والواحد يروح هناك. طيب 2 plus 1 is 3. 3 plus 9 is 12. تطلع 1200. تاني 1200. تعالوا نشوف حبايبي يلا التمرينات اللي على الدرس الخامس والسادس في صفحة 115. بيقول لي wear يعني يرتدي, stripes celebrations يعني احتفالات, عندنا traditional يعني تقليدي, عندنا dresses يعني فساتين. يلا تعالوا بقولي these girls are wearing a Mexican dresses. الله اكيد هما لابسين فساتين مكسيكية تقليدية, يبقى traditional. traditional حبايبي يعني تقليدي. There are lots of colorful A on the dresses. أكيد حيبقى فيه زاهية الألوان على الفساتين. أكيد حيبقى فيه stripes. stripes حبايبي يعني خطوط. Girls in Mexico wear A like these during feasts. طبعا بيقول لي البنات في المكسيك بيلبسوا A شكل ديا في الأعياد. يبقى أكيد wear dresses. dresses حبايبي يعني فساتين. تاني girls in Mexico wear dresses like these during feasts and اكيد feasts and celebrations. celebrations حبايبي بمعنى احتفالات. تاني celebrations بمعنى احتفالات. تعالوا نشوف يلا السؤال التاني وسؤال الاختياري. بقول everyone wears a يعني كل واحد بيرتدي a. يا ترى short sleeved white ولا white short sleeved shirt. قلتلكوا حبايبي لما اجي ارتب الصفات قبل الملابس لازم اجيب الاول السايز الحجم وبعدين الايج العمر وبعد كده الكولر اللون وبعد كده اكيد بجيب الماتيريال. ماتيريال حبايبي اللي هي الماده الخام. فانا بقول everyone wears a. طبعا انا حبايبي لما يكون في شكل الحاجه بجيبها الاول. فبالتالي هقول everyone wears a short sleeved white shirt. تاني short sleeved white shirt. نمبر 2 بقول our uniform is a cotton pale blue ولا pale blue cotton. قلت لكم حبايبي دايما المادة الخام بتيجي قبل الاسم مباشرة او قبل اللبس مباشرة, فبالتالي هقول pale blue cotton. نمبر 3 بولي the boys wear a socks يا ترى green long ولا long green. هتقول اه يا مستر الحجم بيجي الاول فبالتالي هقول long green. تاني long green. نمبر 4 بولي these are وبولي modern big brown ولا brown big modern ولا big modern brown بوتس. طبعا حبايبي تعالوا نشوف اكيد الحجم اللي هيجي الاول فين. هنا الحجم الاول هتقول لي هنا هو يا مستر يبقى big. يبقى big وادي العمر modern وادي brown ادي اللون فهقول these are big modern brown boots. نمبر 5 بقول لي this is a blouse. طبعا بقول لي new black linen ولا black new linen ولا linen new black. اكيد دي غلط لان ما ينفعش المادة تيجي في الاول. طيب يبقى الفكرة هنا اللون ولا العمر. قلنا لا العمر اللي بيجي الاول يبقى a new black linen. تاني a new black linen. نمبر 6 بقول my grandpa had a sweater. بيقول لي ان جدي عنده sweater. اديني بقى woolen. هتقول لي كده غلط مثلا لان جاب على طول الماده الاول غلط. طب large old woolen ولا large woolen old. هتقول لا يا مستر الحجم اللي بيجي الاول وبعدين العمر. نمبر 7 بقول she's wearing يعني هي بترتدي a socks. هتقول له يا مستر هي بترتدي مديني big الاول يعني الحجم وبعدين اللون وهنا مديني اللون وبعدين الحجم. لا يبقى لازم اجيب الحجم الاول يبقى big dark green socks. طب تعال نشوف نمبر 8 بقول this is a جلابية. طبعا عندنا new ده العمر, gray ده اللون, small ده الحجم, قطن ده القطن. هتقول لي غلط لان الحجم جه التالت غلط. طب سمول الحجم وبعدين اللون وبعدين نيو يعني جديد ده العمر. هتقول لي برضو غلط لان العمر لازم يجي قبل اللون. اه يبقى اكيد مفيش غير سمول نيو جراي كوتن جلابية. تاني this is a small new gray cotton جلابية.
تعالوا يلا مديني الصفات بين أقواس وبقول لي يلا نحطها بالشكل الصحيح قبل اللبس. She wore a dress ومديني cotton دي المادة وgreen اللون. هتقول لي لأ اللون اللي بيجي الأول يبقى لازم أقول a green cotton. اللي بعدها بقول لي he had to wear an hat. يا ترى orange old ولا old orange؟ قلنا حبايبي العمر بيجي قبل اللون فبالتالي أقول old orange. تاني old orange. طب اللي بعدها بقول لي dad bought me a جلابية. طبعا مديني هنا العمر برضو ومديني اللون هقول له العمر اللي بيجي الأول يبقى new white جلابية. تاني new white جلابية. تعالوا يلا نكمل في صفحة 116. بقول لي the shoemaker made shoes. طبعا عندنا دي المادة وده الحجم. طبعا الحجم اللي بيجي الأول يبقى لازم أقول small leather. تاني small leather. طب تعال نشوف حبايبي بقول I bought a jacket for the party. اشتريت جاكيت إيه للحفلة؟ أدي اللون وأدي العمر. هتقول لي لا يا مستر العمر اللي بيجي الأول يبقى أقول a new وبعدين أقول green jacket. اللي بعدها بقول write a description. كلمة description حبايبي يعني وصف. Of your favorite clothes include adjectives and make sure they are in the correct order. يعني حط صفات وتأكد انها بالترتيب الصحيح. طبعا بيقول لي my favorite clothes are. طبعا هنا بيقول لي ملابس المفضلة are. طبعا ممكن اقول shirts يعني القمصان. طبعا بقى هقول انا عندي قميص شكله عامل ازاي او لونه عامل ازاي فهقول I have a shirt يعني انا عندي قميص. which is حد الصفة ليه بقول مثلا which is striped. striped ده حبايبي يعني مقلم. I also like a they are favorite because. طبعا هقول I also like طالما قال لي ازاي يبقى لازم اجيب حاجة جمع يبقى هقول I also like مثلا جلابيز يعني انا بحب الجلاليب. فلما يقول لي they are my favorite يعني هي المفضلة عندي because اقول كده they are comfortable يعني هي مريحة. تاني they are comfortable يعني هي مريحة. تعال حبيبي على سؤال الباراجراف بيقول لي write a paragraph 25 words using the following elements. بيقول لي our school uniform for boys and girls in summer and in winter. طبعا شكل ما قلنا قبل كده كتير بقول I like my school. انا بحب مدرستي. ببدأ اقول ان زي الموحد بتاعنا انيق. بقول our school uniform is smart. طبعا حبايبي هو مديني هنا طبعا الصيف ومديني المادة ومديني الحجم ومديني اللون. طبعا تعالوا نتكلم بقى عن الحاجات دي. هقول in summer. in summer حبايبي يعني في الصيف. boys and girls يعني البنات والولاد wear بيرتدوا pale blue shirts يعني بيلبسوا قمصان ازرق فاتح. بعد كده هقول ان الاولاد بيلبسوا شورت ازرق غامق يبقى boys wear dark blue shorts يعني بيلبسوا شورتات ازرق غامق. طب البنات هقول girls يعني البنات wear dark blue skirts يعني بيلبسوا جيبات ازرق غامق. هقول ان احنا بنضطر نلبس جرافطات يبقى هقول we have to wear ties. وبعدين هبدأ اقول بقى في الشتاء لازم نلبس sweaters يبقى in winter يعني في الشتاء we wear sweaters
بنلبس سويترات حبايبي all because it's cold لان الجو بيبقى بارد. ممكن اقول على لونها واقول they are dark blue يعني لونها ازرق غامق، وانا هقول I love my school uniform very much. I love my school uniform very much يعني انا بحب الزي الموحد بتاع المدرسة بتاعي جدا. تعالوا نشوف حبايبي بقى التست اللي هو مدهولي على الوحدة التالتة. بقول listen and circle the correct answer، استمع وبعدين حط دايرة على الإجابة الصحيحة. بقول the Nile Valley is the area of land on the banks of the Nile River. It's very good for growing crops like wheat, dates and beans. Many people say that the Nile Valley is like a lotus flower. The river and the river banks are the stem of the flower and the Nile Delta is the flower. Well, the Nile A is the area of land on the banks of the Nile River. طبعا اسمه Nile Valley. Nile Valley حبايبي اللي هو وادي النيل. Number two, بقول many people say that the Nile Valley is like a طبعا كتير من الناس بتقول ان وادي النيل شكل اللوتس فلاور، شكل زهرة اللوتس. Number three, بقول the river and the river banks are the A of the flower. قلنا ان النهر وكمان الضفاف بتاعته دي شكل الجذع بتاع الوردة او ساق الوردة، فبالتالي هقول stem. Number four, بقول the Nile Valley is very A for growing crops. بقول ان وادي النيل ايه جدا لزراعة المحاصيل، هقول لك is good for، جاي جدا لزراعة المحاصيل. تعالوا نشوف حبايبي السؤال التاني. يلا عندنا كلمة styles يعني اشكال او اساليب، عندنا cake يعني كيكة، traditional يعني تقليدي، colorful يعني ملون، protect يعني يحمي. بقول people in Mexico يعني الناس في المكسيك wear hats بيلبسوا قبعات to aid their faces from the sun اكيد to protect. protect حبايبي بمعنى يحمي. This is a sombrero. طبعا القبعة اللي بيلبسوها في المكسيك شكل ما قلنا اسمها sombrero. It's a Mexican hat. اكيد دي traditional. traditional يعني قبعة تقليدية. يبقى it's a traditional Mexican hat. There are lots of different A of sombrero. اكيد في اشكال مختلفة، يبقى different styles. styles يعني اشكال. Some have stripes. بعضها في خطوط. And some are very A. وبعضها بيبقى A. حقوله بيبقى colorful. colorful يعني زاهي الالوان. Some even have gold and silver on them. حتى بعضهم مرصع بالذهب والفضة شكل ما قلنا. تعالوا نشوف يلا سؤال القطع حبايبي. بقول last Saturday السبت اللي فات our school made a trip to one of the clothes factories. بقول ان المدرسة بتاعتنا عملت رحلة لأحد مصانع الملابس. We went there on the school bus. يعني احنا روحنا هناك بأوتوبيس المدرسة. There هناك، يبقى هناك فين حبايبي؟ هتقول لي في الفاكتوريز. We saw how cloth is made. ازاي القماش بيتصنع. They made cloth in a factory and made clothes like shirts, suits and trousers in another one. يعني بيعملوا القماش او بيصنعوا القماش في مصنع، اما بقى بيصنعوا القمصان والبدل وكمان البناطيل في مصنع اخر. We got a rest in one of the restaurants. يعني ارتحنا في احد المطاعم. We had our lunch there. يعني تناولنا الغداء هناك. It was a wonderful trip. يعني كانت رحلة رائعة. تعالوا نشوف يلا السؤال الاول. بقول the underlined word there refers to the، شكل ما قلنا حبايبي اني عايد على المصنع، يبقى factory. Number two, بقول they went to the factory by، يعني هم راحوا المصنع بايه؟ طبعا هنا قال لي the school bus، يبقى by bus، بالاوتوبيس. تعالوا نشوف يلا السؤال رقم ثلاثة. بقول where did they have a rest، يعني هم ارتاحوا فين؟ شكل ما شفنا in a restaurant، يعني فين حبايبي؟ في المطعم. السؤال الرابع بيقول لي when did they go to the clothes factory، يعني امتى راحوا لمصنع الملابس. طبعا شكل ما قال لي في القطعه last Saturday،
يعني يوم السبت الماضي. تعال نشوف يلا سؤال الاختياري. بيقول لي she went into the kitchen يعني هي دخلت المطبخ. فين الغلط؟ هتقولي to help her mom يعني عشان تساعد مامتها. Number two بيقول لي those are eight castles. castles يعني قلاع. طيب old big ادي حجمه وبعدين عمره هقوله غلط. طب new small ادي عمره وبعدين حجمه هقوله غلط. طيب big old هقولك اه دي اللي صح. جاب لي الحجم وبعدين جاب لي العمر يبقى big old. number three بيقول لي we go to the park fly our kites. طبعا ده الغرض وجايب لي الغرض عبارة عن فعل فبالتالي لازم اقول to. number four بيقول لي these are eight trousers. هتقول لي اه مستر cotton white. غلط لان القطن لازم يجي قبل اللبس على طول. طب white cotton هتقول لي اه وايت اللون وبعدين قطن المادة هتقول له اه يبقى هاخد دي وايت قطن تراوزرز. تعال نشوف يلا نمبر 5 بيقول لي she bought new crayons. crayons يا حبايبي يعني الوان. يبقى هي اشترت الوان جديدة. to eight pictures قلنا تو حبايبي بيجي وراها مصدر يبقى to paint. نمبر 6 بيقول لي my dad drives a car يعني بابا بيسوق عربية ايه؟ يا ترى new red ادي العمر وبعدين اللون. يبقى دي صحيحة قبل ما اقول لان العمر وبعدين اللون. لما دي لون عمر غلط ودي برضو لون وبعدين عمر برضو غلط. يبقى اذا هقول نيو ريد كار يعني عربية جديدة حمراء. تعالوا نشوف يلا حبايبي سؤال الترتيب. بلو وور جرين ا شي دريس كوتن. طبعا ده بيعتمد على حفظ الترتيب. يبقى اذا هقول شي الفعل بتاعي وور لازم اجيب قبل كل الصفات. طبعا عندنا لون وعندنا كمان المادة الخام وادي الفستان. طبعا اللون اللي بيجي الاول يبقى جرين بعدين قطن المادة الخام بتاعتي وبعدين دريس يعني فستان اخضر قطن. طب تعال نشوف نمبر 2 ا از سمول بايك ذس اولد. برضو نفس الكلام يبقى هبدأ بذس وبعدين از و ا قبل كل الصفات. طبعا حبايبي عندنا ادي سمول بتوصف الحجم وادي كمان اولد بتوصف العمر. مين اللي يجي الاول؟ هتقول لي اه سمول اللي تيجي الاول وبعد كده العمر وبعد كده اقول اولد. سمول اولد بايك تاني. This is a small old bike. تعالوا نشوف حبايبي سؤال البنكتويشن. بيقول لي what's the Mexican hat called. طبعا الدبليو هتبقى كابيتال عشان في اول الكلام الابوستروفي موجوده. The Mexican طبعا جنسية حبايبي لازم تبدأ بكابيتال لتر. يبقى Mexican hat cold وفي الآخر طبعا هحط question mark يعني علامة استفهام. تعال نشوف يلا السؤال الأخير وسؤال باراجراف واللي بيكلمني عن what clothes do men women and children wear in your country. يعني ايه الملابس اللي بيلبسها الاطفال والرجال وكمان السيدات في بلدك. طبعا عشان ابدا الباراجراف ده لازم اقول ان في انواع ملابس كتير في بلدي. يبقى اذا هقول there are many kinds of clothes in my country. يعني في انواع كتيرة من الملابس في بلدي. وابدأ بقى حبايبي اقول كل واحد بيلبس ايه. فاقول men usually يعني الرجال عادة wear جلابيز يعني بيلبسوا جلاليب. they are long white robes يعني هي ملابس بيضة طويلة. بعد كده حاول النساء بيلبسوا ايه؟ يبقى women بلكوا حبيبي اسمها women. women usually wear dresses يعني حبايبي بيلبسوا فساتين. طب الاطفال هقول children الاطفال usually عادة wear بيرتدوا shorts and t-shirts اه يعني بيلبسوا شراط وكمان فانيلات.
or they like to wear colorful clothes. يعني بيحبوا يلبسوا الملابس اللي ألوانها زاهية. وبقى أنا كده حبايبي كتبت باراجراف بسيط جدا وقلت الرجال والنساء وكمان الأطفال بيلبسوا إيه في بلدي. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. استنونا إن شاء الله مع حلول الوحدة الرابعة, بس شكل ما قلنا بعد ما نشرح ونحل على الوحدة الرابعة في كتاب المعاصر. شكرا لكل زمالك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.